يقول: يقوم بعض الشباب بتعليق أعلام الكفار وشعاراتهم على سياراتهم، فهل هذا مخل بالتوحيد؟ نسأل الله العافية، ما يجوز هذا، حمل شعار الكفار عليه على صدره أو في ثوبه أو على سيارته أو على بيته، هذا لا يجوز، هذا محرم شديد التحريم. فإن كان يعتقد إباحة ذلك ويعظم الكفار ويعظم هذا الشعار فهو كافر. نعم.